اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الجريء والجميل. النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه ومميزه شويه، معانا شويه فقرات كده ان شاء الله تعجبكم. معانا بلوجر ومعانا ميك اب ارتست ومعانا فقره يعني هنسفلكم في الاخر، فقره مختلفه شويه عن اللي احنا بنقدمه. الاول برحب بمني. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ومعانا البلوجر الاء ومني. ازيك؟ الحمد لله. الاخبار كله زي الفل. قولوا لنا بقى انتوا بلوجر، حلو كده؟ يعني ايه بلوجر؟ بلوجر ده اللي هو احنا بنقدم للناس حاجات، افكار مثلا البنات اللي بتهتم ببشرتها بنقدم لها ده، البشره الحاجات دي كلها، الشعر، الميك اب، طريقه اللبس، كل الكلام ده. دي معنى بلوجر. والانفلونسر هي انفلونسر مؤثره، هي بتاثر في الاودينس بتوعها. المفروض الانفلونسر ده اللي هو شخص مؤثر في المجتمع. أيوة. بيقدم محتوى الناس بتتاثر بيه. بتتاثر بيه، صح كده؟ بتتفاعل معاه. ايوه. يعني انا شايفه، يعني انا بسمع كتير بنات مثلا لما بيجي يقولك مثلا انا بلوجر، بتبقى فعلا شامله مثلا الموضه، شامله مثلا ان انت تبقي عارفه فاشون الكلام ده كله، ولا بتبقى مثلا خاصه بجزء معين؟ هو انا شايفه من وجهه نظري ان هي لازم تبقى خاصه بجزء معين، ما تبقاش شامله كله. ما تبقاش شامله كله، لان يعني مفيش حد بيفهم في كل حاجه ومش هيطلع كل حاجه بيرفكت زي ما انت عايزاه. طيب انت ايه اللي على الاكونت بتاعك بسرعه كده؟ اولا التيك توك، ثانيا طريقة لبسي، عشان انا مليانه فمش كل البنات المليانه بتعرف تلبس. بس يعني ده اساسي مليانه. طبعا فخوره بده جدا. طب هو ليه علاقه الشخص المليان بلاش؟ لا ليها علاقه باللبس جدا، يعني مش كل البنات، في بنات مليانه بتتكسف ان هي تلبس بناطيل ضيقه مثلا عشان هتبين بطنها، هتبين مش عارفه ايه. ده كله انا بعرف اظبطه. او طريقه اللبس عامه. بس التيك توك هو اللي علل يعني التيك توك مؤثر جدا في موضوع ان هو يعلي الانستجرام او الفيسبوك. بتربطي الانستجرام بالتيك توك، فاوريدي المتابعين بتوع التيك توك هيروحوا على الانستجرام. طيب مين كان بيشجعك على انك تعملي تيك توك اصلا؟ مامتي. مامتك؟ وانت يا منى؟ لا انا اللي بشجع منى. ايه؟ على السوشيال ميديا من زمان بس ما كنتش مهتميه بيها، بس في خلال الكورنتين يعني كلنا قعدنا في البيت وكده، فطلعنا كل طاقتنا وكل الباور اللي جوانا فيها. يعني بدات ازاي انك تنتشر على السوشيال ميديا؟ انا من زمان قوي كان عندي انستغرام وكنت بنزل عليه صوري الخاصه، بعدين كذا فوتوغرافرز كلموني قالوا لي يعملوا لي سيشنز وكده، ونزلت كموديل لميك اب ارتست وكده، ونزلت شغل كتير، ودلوقتي بيجي لي شغل كتير، بعمل نيلز وبعمل تاتوز، بعمل كل حاجه يعني دلوقتي تخص البنات، فعشان كده الناس متابعيني. بس ريسنتلي يعني في وقت الحجر بدانا ان احنا نعمل تيك توك ونهتم بيه. وعامه تيك توك ما بيعلاش مره واحده، يعني هو لازم فيديو كده بيطلع ترند فبيجيب فيوز عالية جدا، فبيجيب فولورز، فبالتالي الفولورز كل شوية بتزيد مع عدد الفيوز. يعني لما حدش فيكم مثلا يعني جات له فكرة ان هو يعمل حاجة مثلا تطرقع كده زي موضوع سلمى مثلا؟ لا هو احنا مش محتاجين حاجة تطرقع، يعني احنا مش محتاجين لكده فكرة، يعني مفيش حاجة مفيش فكرة مثلا في دماغك ان انت بتفكري ان انت تعمليها تعلي اكتر؟ هو بالنسبه لي انا الموضوع مش شاغلني قوي عشان لسه بدرس، والسنه دي برضو لسه في اخر سنه وعندي كورس وكده، فمش مهتميه قوي بالحوار. انا مش محتاجه حاجه طايقه. لا انا بحب التيك توك عشان انا من صغري نفسي ادخل. استني بس، انت ليه مصيره للجدل دايما؟ انا مصيره للجدل؟ لا مش مصيره للجدل خالص. ليه مصيره للجدل؟ يعني الاكونت بتاعك دايما متفاعل بناس كده يقعدوا يقول لك ايه اللي هي بتعمله ده؟ طب هي بتلبس كده ليه؟ طب اللبس ده هل مثلا عشان هدف معين في حياتها ولا هي بتلبس كده عادي؟ انا طول عمري ده ستايل لبسي، انا مش مغيره مثلا عشان اعمل فيديو، لا هو اللبس اللي انا بيه في الفيديو هو اللي انا بنزل بيه، هو ده اللي انا بتعامل بيه، فانا مش مغيره لبسي عشان حاجه معينه، طول عمري ستايل لبسي كده. ما اتغيرش كتير. يعني ايه اللي بيميز الاء عن اي بلوجر تانيه؟ انا الناس في ناس كتير بتحبني، اولا انا لدغه فهم بيحبوا ده فيا جدا. ايوه حقيقي. هي ضايعه خالص، مش من الناس اللي انا مش برد على حد، انا برد على كل الناس. في حته ان انا لو حد محتاج حاجه ممكن انزلها له عندي من غير ما ياخد اي حاجه او يبقى في مقابل ليها، ففي ناس بتتعامل معايا كتير عشان كده. بس منا من انت من النوعيات اللي انت بتساعدي
كتير. بتساعدي بتفيدي الناس يعني انت المحتوى اللي بتاعك اللي هو مفيد. ايوه. صح. بدات ازاي بقى انك تبداي انك تعملي محتوى مفيد للناس؟ يعني بداتيها ازاي؟ والله اول حاجه كنت بنزل صوري زي ما قلت لك، ومره في مره لما نزلت كموديل الميك اب وكده الناس بدات تقول لي انت عامله الميك اب ده حلو قوي، انت عاملاه فين وعند مين؟ يعني انت كانت بدايتك موديل ميك اب. دي البدايه. ودلوقتي بعد ما الاكونت بتاعك فوتو سيشنز عاديه، دلوقتي بعد الاكونت بتاعك انتشر اكتر، بقيت ان انت تبداي ان انت لا الناس انا لازم افيد الناس باللي انا اتعلمته. أيوة. صح كده. خدتي وقت قد ايه من الناس؟ يعني خدتي وقت قد ايه مثلا عشان ابقى بلوجر التايم؟ بصراحه انا ما حسبتلهاش، لان انا لا عشان خلي بالك امنيه نفسها تبقى بلوجر اصلا، فهي عايزه تغش مني. يا احلى بلوجر من غير اي حاجه انت بس. مش عارفه بس انا بقالي كام سنه يعني على السوشيال. بس انت عندك ميديا. رساله على السوشيال ميديا يعني عايزه تقدمها للناس ولا لا؟ هو مش محتوى ان انا اقدر اقول ان انا بعمل كوميدي او اي حاجه من دي، بس انا عامه يعني انا مش باخد فلوس من انستغرام او ان انا داخله كمادي، لا بالعكس. انا اي بيج او اي شركه او اي حاجه عايزين يعمل لها مثلا شير او انزل لها اي حاجه عندي بيدوني. اوكي في جيفت بتتبعت لي، وانا برضو براعي ان في ناس بتبقى لسه بادئه البروجكت بتاعها. يعني في برودكتس كتير جات لي للسكين كير والميك اب والحاجات دي، ناس لسه بادئه، فانا ما اقدرش ان انا اجي عليهم واقول لهم لا انا عايزه مثلا سالري كذا مع البرودكتس. في بلوجرز كتير قوي ومن هنا من القاهره بيقولوا انا هجرب البرودكت الاول، انا بجربه بصراحه وعايزه سالري كذا ويتنكوا. انا مش كده خالص، والهدف مش مادي. يعني كنت داخله اصلا تيك توك عامه يا جت معاكي صدفه. ايوه يا جت معاكي صدفه. ما كنتيش مرتبه. لا بس لا بتاخد فلوس من التيك توك والله العظيم ابدا. والله بص، هو التيك توك عشان تاخد منه فلوس انت لازم تفتح لايف. اللايف ده بيجي لك فيه جيفت، الجيفت دي بتتحول لهدايا. انا ما بفتحش لايف، انا بعمل فيديوهات. انا بقول لك انا نفسي ابقى ممثله، فانا حابه الموضوع، فانا داخله. انا بقالي سنه تقريبا ما كملتش سنه. ليه ما ساعتيش في حوار التمثيل؟ بحاول بس انا عايز فرصه كويسه. يعني انت تعرض عليكي اصلا حاجات وانت حاجات بس مش عجباني، مش اللي انا عايزاه. بس طب يعني ممكن تمضي مع حد مثلا، ولا اصلا الموضوع مش يعني انت حابه ان انت تبقي ممثله وحابه؟ انا داخله التيك توك عشان كده، عشان هو فرصه اسهل للانتشار. يعني برضو البلوجر جت معاكي كده صدفة. بس عشان انا اصلا بحب كده. يعني انا بعمل التيك توك، انا ما بدخلش على لايف فيه، ما بفتحش لايف. ممكن صدفه كل فين وفين، لكن بالاستمرار في لايف ده اللي سوري ده اللي بيدي فلوس وكده. طب نشوف. انا ما باخدش فلوس بس عشان ايه يبقى الكلام واضح، ولا هنا ولا هنا. نشوف بقى شيف. يا شيف ازيك؟ انتوا عاملين ايه؟ الاخبار؟ حررتكم بالبوتاجاز معلش. انت كنت لسه سعيدة. فداكي. انا برضه ريحه النهارده، كل مره اقول لك انا شامه ريحه ده الف هذا حلو. احنا عاملين ايه بقى؟ على فكره احنا بنجيب ضيوفنا بس مش واكلين والله، عشان المهم بس تعجب ضيوفنا. انت عجبانه كفايه انت والله. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. عاملين ايه النهارده بقى؟ عاملين صالون السمك، فيليه سمك، قشر بياض، ورز بسمتي، و قولي لهم بتاع الحلو بتاعك. انا ما بعرفش الاسامي. اهم حاجه رز البسمتي عشان بحب رز. لا ده انا عامله بطريقه بقى ما اقولكيش. طبعا احنا سويناه المره اللي فاتت. سويناه المره اللي فاتت وانت دقتيه وشميتي ريحته. طبعا تحفه تحفه. فان شاء الله ربنا ييسر والاكل يعجبكم. احنا خلاص ناكل بعد الحلقه بقى كلنا كل مره. ان شاء الله. انت حد فيكم بيعرف يطبخ؟ انا شويه. مش قوي. انت مش قوي؟ لا انا شويه بعرف اعمل شويه حاجات. بطبخ بطبخ على فكره. لا والله يعني لو حطيت الطبق في دماغك هتعملي عظمه صح؟ طب هديك سؤال بقى، الناس البلوجر ايه الهدف؟ يعني ايه مثلا انت بتقولي انا ما باخدش فلوس من صفحه عندي، ولما حد بيعوز يشير حاجه ما انا بقول لك في ناس بتاخد فلوس. يعني ده الهدف؟ يعني الهدف في ناس واخداها هدف مادي بالنسبه لك؟ بس انا بالنسبه لي انا قلت لك انا دخلت التيك توك اصلا صدفه، واللي هو عشان انا حابه حاجه معينه. عايزه اوصل لحاجه معينه. لا مش على التيك توك، انا بتكلم على البلوجر كبلوجر. هدفها هو ايه يعني؟ هو التيك توك ده اللي حطك في الحته دي. هو انت اوريدي لما الاكونت بتاعك بيزيد انت بتتحطي في الكورنر يعني ده لوحدك. يعني انت من غير التيك توك الانستجرام بتاعك مش هيبقى عالي كده خالص صح؟ ما اعتقدش انه كان هيبقى بال. يعني التيك توك هو اساس انك انت تبقي نص بلوجر على الانستغرام من التيك توك. في ناس كتير بتربح ماديا من البلوجر او ده بيبقى الشغل. لا بس بيبقى شغلهم مثلا، هما بتيجي صفحه مثلا
بتبقى عايزه تنزل حاجه معينه بياخدوا عليها دي سلام. دي زي منا صح، ده اللي انت كنت بتحكيه. عشان تنزل اللينك او عشان تنزل الشغل او تعمل لها شيء او تعمل لها دعايه عندها بتاخد سلام. كل ما الاكونت يكبر برضو كل ما الناس بتتكلم في سالري اعلى. يعني احنا مثلا لسه هندخل على 100,000 فولورز، في ناس دلوقتي جابت المليون 1 مليون، فدول يدخلوا اي مكان يطلبوا سالري حقهم. لان كل ما الفولورز على فكره بقى من 100,000 بيبدا يعمل دعايه. انا بعمل من حوالي 50. انت بتعملي عملتي دعايه لايه؟ لحاجات كتير بس كلها انا بعملها فور فري، ما باخدش حاجه يعني. طب ليه؟ ده عملنا كل الناس يعتبر كل البلوجر شغالين كده. لحاجتين، اولا اغلب اللي كان بيطلب مني بنات مثلا عاملين بيدجات للبيع الاونلاين والحاجات دي، هم لسه مبتدئين، لما ناخد منهم طيب انا عملت لهم ايه كده؟ ما فدتهمش بحاجه، ما ساعدتهمش. بس بتفيديهم يعني، بيجي ناس بيجي لهم اوردرات من عندي وبيعملوا لهم خصم، اللي بتروح كمان من البيدج عندي ليهم بتعمل لهم خصم على اي اوردر بيطلبوه. طب احنا بقى نسال سؤال كده حته كده. اتفضلي. ابصي هقوم قايله لك حته قمر اميل قمر. احنا على التيك توك لما بنقدم محتوى معين، المحتوى دوت بيبقى لفئه معينه من الاشخاص اللي بيتفرجوا مثلا، ولا بنبقى سايبين الدنيا عادي؟ بصي هو اغلب اللي بس هي بتسالك عشان هي بتعمل تيك توك. اغلب يعني اللي بيتابعوكي على تيك توك يعتبر اندر ايدج، اغلب اللي بيتابعوكي مش ناس كتير الكبار يعني. في نسبه بس اغلبهم بيبقوا بنات صغيره وبنات 15 و16 سنه. فاهماني؟ يعني بتبقي مركزه مثلا على سن معين، ولا الدنيا بتبقى مفتوحه مثلا؟ انا لا، هو الفيديو اللي بيعجبني هعمله، الفيديو اللي بيعجبني هعمله. بس انا بحاول قدر الامكان، هو انا عشان لبسي ملفت شويه، فكان في ناس اول ما دخلت تيك توك كان بيعلق على لبسي، انا بحاول اظبط حاجه زي دي. بالنسبه لبرده لمنى نفس السؤال. لا، منى لبسها كويس جدا. وانا التيك توك عامه بالنسبه لي فور فان، يعني انا مش كل يوم بنزل فيديوز كده. وعامه لا عايشه جوه التيك توك، بحبه جدا. أيوة. ادمان. لا بتعرفي تعملي هو تيك توك؟ اصلا بدايته كانت اختي الصغيره بتعمل فيديو، وانا قلت ادخل اعمل معاها فيديو، عجبني الموضوع حبيته. طب انت يا منى دلوقتي انت يعتبر بجد بلوجر يعني. أيوة. انت اوريدي بتنزلي وبتعملي انا من دعاية. قبل ما انزل التيك توك من قبل التيك توك انت كده اوريدي بلوجر على الانستجرام. ايوه تمام. ايه بقى المرحله الجايه؟ يعني انت ما فكرتيش في التمثيل زي لا؟ والله اكدب عليك لو قلت لك ان انا ما فكرتش، بس صعب قوي بالنسبه لينا عشان احنا مش عايشين في القاهره. وعشان تعمل كاستنج لاي اعلان او اي حاجه لازم تنزل وتقعد، لان انا عملت سيرش عن الموضوع ده يعني، وكلمت ناس ممثلين وكده. الحوار مش سهل طبعا، هو عامه اي حاجه مش سهله في الاول. فانت لازم تفضل قاعد في القاهره شويه وتروح تعمل كاستنج في كذا شركه وكده. فانا عامه لسه في بدرس يعني، انا لسه في اخر سنه. فان شاء الله كده ربنا يكرمني لما اخلص ان شاء الله باذن الله. طب عايزه اعرف بقى بالنسبه للانتقادات اللي بتجيلكوا. لا ما بتبصش. بالنسبه للانتقادات اللي بتجيلكوا على فيديو وعلى صوره كتير قوي صح؟ كتير جدا. انا كتير قوي يعني، الانتقادات بتبقى كتير. ده في ثواني عشان في انتقادات جت بتقول لا ايه، انت كنت راجل وتحولت. ده اكتر انتقاد. مش اكتر انتقاد، هو مع الشخص اللي قال كده اصلا هو بيهاجم كل اللي على التيك توك. هو مش بيهاجم حد بعينه. قال عني حاجات كتير يعني، مثلا هو قال عندي 43 سنه، انا مواليد 92. يا نهار مستخدمين خالص. فهو بيقول حاجات ملهاش دليل. هو لو عنده دليل كان طلعه. بس مفيش اكتر من كومنت. وبعدين انا راجل متحول وطلعت حلوه في الاخر. ده اكتر كومنت علق معاكي؟ والله هو معلقش، انا بسمع الحاجات دي بضحك. انا اكتر حاجه بتزعلني لما يكون في شتيمه في الكلام. لما حد بيعمل الاكت بشتيمه ده بيضايقني. انت بتنتقدني انا بتشتم اهلي ليه، او بتتكلم عني وحش ليه؟ انت ما تعرفنيش اصلا عشان تتكلم عليا. تمام. فلبسي ده حاجه شخصيه، انا طالما مش باذيك بيه انا خلاص. مش عايز تشوفني اعمل لي بلوك، مش هتشوفني تاني. هتعملي بلوك مش هتشوفني تاني، او عدي الفيديو. انا بعمل كده مع ناس كتير، في ناس كتير انا مش حابه اشوفهم، فبقلب الفيديو. طب انت ما بتخافيش يحصل لك زي اللي حصل لمنار او لموده؟ ما بتقلقيش؟ ما بيجيلكش كده حته؟ اكيد قلقان. لو انا ممكن اكيد بقلق طبعا. اي بنت بتقلق. انا برضو السؤال ده عجبني. اكيد اي بنت بتقلق. عجبني. اكيد اي بنت بتقلق، واي بنت ما تحبش ان هي تتحط في الموقف ده، وربنا يا رب يعفي عنهم. بس طب انت بتتجنبي الموضوع ده ازاي؟
مش بتجنبه ولا انا سبتها على ربنا يعني اللي هي نصيب فيها اشوفه هتجنبه اعمل ايه طيب؟ انا اطلع اعمل مصر. لا لا مش فكره كده بس اللي هو ان انا ايه اغير المحتوى اللي انا بقدمه بدل ما انا بقدم محتوى كله تيك توك. مشكلتي ان انا بحب ده. لا غير انا حابه ده. انا حابه ده هي بتعمل ده مش باذيك انا ما بطلعش مثلا اقول لك اعمل زيي. ايه بس ممكن شاب يقول لك لا انت بتاذيني. باذيه في ايه؟ لان انت بتظهري قدامي فانا لما اشوف حاجه قدامي. زي كده انا لازم اشوفها يعني هضطر ان انا اشوفها. ماشي وبتكلمي انت بتتكلم من حته الدين؟ لا لا, لا مش من حته الدين. لا من حته الشباب. اصل لو من حته الدين فهو الدين برضه قال لك غض بصرك. أيوة انت داخل على التيك توك ليه؟ عشان كده بقول لك ما بتكلمش في حته الدين. انا بتكلم شاب عادي بيقلب في التيك توك فلاقيكي مثلا فيديو وانت بتعملي تيك توك بترقصي فهيتفرج عليه طبيعي. أيوة. هيتفرج عليه هو التيك توك اصلا اغلب محتواه ما هو يقص يعني ماشي. انت داخل عشان تشوف كده ماشي بس انت انا ما بتكلمش على التيك توك كتيك توك انا بتكلمك على الانستجرام. انت بتنزلي الفيديوهات بتاعت تيك توك على الانستجرام مش كلها ولا ايه ده؟ انا ما عنديش تيك توك. طب ده حاجه بس حلوه بس بشوف الفيديوهات على الانستجرام تمام. فصعب قوي يعني في الوقت اللي احنا فيه ده ووقت الشباب اللي احنا فيه ان لما حد يلاقي فيديو ليك على الانستجرام هيقلب. لا الا لو حد بقى اللي هو ايه يعني بس هم ما بيقلبوش عشان بيحبوني عشان انا مش برقص الرقص اللي يغري. استحاله انا اكون مغيه. استحاله استحاله اتحداك. ماشي بس انت بتعملي ده وانت حباه يعني انا حابه المجال انت ده. انت حابه ان انت وهوصل ان شاء الله يعني ان شاء الله اوصل للي انا عايزه اوصله للي انا بادئه ده عشانه اللي هو التمثيل بس ان شاء الله مفيش اي هدف تاني من الموضوع غير التمثيل. وانت يا منى ايه رايك؟ انا ايه رايك؟ هي عايزه تخلص اخر سنه. ايه رايك في فكره البنات اللي هم بيعملوا فيديوهات على التيك توك ما بيلاقوش ان ممكن يحصل لهم موقف زي اللي حصل لسلمى او لمواد؟ لو هنتكلم على الناس اللي حصل لها مشكله او كده فمش هنتكلم على تيك توك ولا على السوشيال ميديا عشان كلنا عارفين ان الخطوه اللي اتاخدت ليهم ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا. فاحنا يعني على السوشيال ميديا احنا بنقدم سواء مثلا الفيديوز اللي بنعملها تيك توك فور فان يعني احنا فعلا ما بنأذيش حد ولا بنطلع مثلا ان احنا نتكلم في حد او في حاجه في بلدنا وحشه او ان احنا نعمل اي حاجه تسيء لاي حد. ده كله فور فان. والبلوجرز سواء على الانستجرام يعني ده مفيد لكل الناس يعني الناس اصلا بتتابعني من قبل ما اعمل تيك توك. فانا مش شايفه ان الموضوع ده له علاقه باللي حصل لبنات تانية. بس يعني انت شايفه ان الاسباب اللي خلت البلوجر مش دول مش السوشيال ميديا؟ لا مش السوشيال ميديا. أيوة. لا حاجات هم عملوها من بره السوشيال ميديا. بالعكس ده السوشيال ميديا فادتهم جدا. طب شايفه ان في حد قلدك في حاجه معينه؟ في ناس بتعمل فيديوز زي ما انا عاملاها ولقيت بنت صغيره كانت لابسه نفس التيشيرت اللي انا كنت لابساه وعملت على الفيديو بتاعي نفس القصه. قال ها لا لا بتجيب لبس غريب. انت بتجيب لبس منين؟ اقول عادي يعني من كات ووك بحب لبسه جدا. ساعات ما بلاقيش فيه مقاساتي بس بستنى لحد ما يجيبوا لي القريبه فلبسه حلو جدا. وفي محل عندنا في المنصوره هو اسمه تاكسي ستور برضه لبسه حلو قوي. طب البنات اللي عايزه تخش مجال اللي بنت اللي عايزه تبقى بلوجر او انفلونسر انت توجهي لها ايه؟ اولا اللي عايزه تبقى بلوجر او انا قلت لك انا الموضوع جه معايا بالصدفه. في مشكله معاك؟ انا ممكن اجاوب لك انا على السؤال ده. اتفضلي. احنا نسمع راي الاء وبعد كده نسمع راي. اوكي تمام. في بنات بتبقى داخله عايزه ان هي تقلد الاء. هي مش طالعه عشان هي عايزه تبقى بلوجر او فاهمه ان هي تبقى بلوجر. هي عايزه تقلد الاء. فانا بوضح لهم انا داخله ده ليه او بعمل ده ليه. تمام. انا بعمل ده عشان انا عايزه اوصل لحاجه معينه. انت عايزه توصلي لايه؟ في ناس تقول لي لا انا هعمل ده بس انا مش عايزه مثلا عشان اهلي مثلا مش هيوافقوا على حاجه زي كده. طب اهلك مش هيوافقوا على التمثيل؟ ما هو التيك توك برده بينتشر في ثانيه. ما انت هتعمليه هيتشاف. ففي ناس ما بتبقاش كده. في ناس بتبقى عايزه تدخل تعلي البيدج بتاعتها عشان هي عايزه تشتغل في مجال الميك اب. بيبقى كل واحده على حسب المجال اللي هي عايزه تشتغل فيه. وانا شايفه ان اكتر ناس ناجحين في مجال الميك اب في مجال الميك اب. طب انت شايفه ان الناس بتجري ورا الترندات يعني الناس بتجري ورا الترندات ليه؟ عشان يتعرفوا اكتر عشان الفولورز تزيد عندهم اكتر عشان الشهره عشان يتشهروا يعني في الاول في الاخر عشان الشهره. طيب انت ايه رايك في اللي حصل لسلمى؟ يعني انت لو مكانها كنت هتعملي السيشن ده ولا لا؟ انا بصراحه فكرت اعمله. عجبتني. هي سلمى حلوه ما شاء الله وبنت بلدي لازم ندافع عنها طبعا. انا مش شايفه ان هي على فكره سلمى كانت معانا هنا في اول حلقه. انا هي بجد هي انا ما اعرفهاش شخصيا بس انا عارفه ان هي اصلها اصلا من المنصوره. بس
انا مش شايفه ان الموضوع كان اوفر. في ناس بتلبس اكتر من كده وفي ناس بتظهر بمايوهات وفي ناس، فانا مش شايفه ان الموضوع كان يستاهل الضجه دي، وخصوصا ان هي كمان حلوه مش وحشه. وانت كنت تعملي زيها؟ كنت تصوري؟ لا وانا عامه ستايل لبسي مش كده، بس انا اكيد اكيد لو جالي سيشن كويس هبين فيه اثار بلدي يعني اكيد هعمله، بس هشوف نفس الستايل بتاعي ولبسي يكون لايق على المكان. بس دي الفكره يعني في الموضوع، لكن هي ما مش شايفه اصلا ان دماغها او تفكيرها راح ان هي ممكن ان كل ده هيحصل بالظبط، او ان هي قصدها حاجه وحشه ان كل ده هيحصل فعلا. طب نشوف بقى الشيف عملت ايه. ايه يا شيف عملت لنا ايه؟ انت تقيل عليا يا عم خلاص بقى. بس مشغولين. هتسيب الامارات وتمسكي انا؟ لا والله يا رب يخليكوا لي يا ربنا، ما يحرمنيش منكم ويوفقكم كلكم ان شاء الله. ربنا يخليكي. طب قولي لنا المكونات اللي انت عملتيها دلوقتي للسلمون. سلمون ولا عملتي؟ لا سمك فيليه قشر بياض. تمام. معايا سمك فيليه والتتبيله دي على طول التتبيله السحريه بتاعتي. مش هتقوليها يعني؟ مش هتقوليها خالص؟ ايه؟ مش هتقوليها خالص؟ اهم حاجه خش على القناه. خشي واعملي اعمل شير وسبسكرايب ولايك. وبعدين خد قبل ما امشي تكون مشتركه في القناه. التتبيله بتاعت السمك بتبقى عباره عن فلفل اخضر واحمر وثوم ونعناع وكمون وملح وليمون ومعلقتين خل، دول بيبقوا اساسي في الثلاجه عندي على طول. وبقيت ده لاي سمك يا تيتا صح؟ يعني اي انا بعمل التتبيله دي لاي حاجه، بتنجان اي حاجه بحتاج، بابا غنوج بتبقى برطمان حلو اعمله كده محترم واحطه في الثلاجه يفضل معايا. فمعايا بصل بصلتين وطماطم متقطعه صغير ومعلقتين سمنه صلصه، وبحمر السمك الفيليه بدقيق، وبعدين اخلط بقى الخلطه وفص ثوم وجنزبيل وكاري وكركم ملح وكمون وكزبره مع التتبيله وتتشوح كلها. و احنا كده خلصنا الامر ده. خلصت. احنا عايزين ناكل صح كده؟ لازم ناكل. نحط الاكل. انا بس بسخن الرز البسمتي، انتوا عارفين الدنيا ساقعه فقلت عشان ما جوعكوش كتير يعني. ده رز بسمتي؟ ده مش رز عادي صح؟ ده رز ابيض. بسمتي ابيض. بسمتي ابيض. عشان ما ريحته؟ عشان انت بتحب البسمتي؟ بحبه جدا. شاتو. جاتو شاتو. جاتو شاتو. هو حصل. هو كان طلع ترند كده فتره السنه اللي فاتت. يعني هو جاتو ولا شاتو ولا هو؟ هو هي كيكه. بس انا بقى عشان تتقطع زي الجاتوه زي الجاتو. بتبقى سهله اصلا، خصوصا الشوكولاته اللي عليها بتبقى محشيه من النص كريمه. محشيه كريمه شوكولاته. طيب ماشي، احنا بجد بنشكركم جدا ويا رب يكون الحوار كان معانا لذيذ، يعني ما تكونوش انتوا اتضايقتوا من اي حاجه. تمام جدا. يعني توجهوا مثلا، عايزاكي توجهي كلمه لمنصوره على طول. للناس المتابعين. المتابعين اللي بيتابعوكي في المنصوره بس اللي انت بتحبيهم. مش عارفه اقول لهم ايه. طيب بحبهم طبعا، يعني هقول لهم ايه؟ ما عنديش كده. منى نفس القصه. انا بنصح الناس اللي هي بتفكر تبقى بلوجرز او كده، بنصحهم ان هم يتابعوا، مش هقول يتابعونا احنا سواء هم بيحبوا بلوجرز تانية او لا، ان هم يحاولوا يستفيدوا من كل الاوفرز اللي احنا بننزلها سواء على ستوري او على بوست، وفي اوفرز كتيره لكل حاجه احنا بننزلها، فيستفيدوا بيها، ده مفيد لينا وليهم كمان. احنا بنشكركم جدا 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 بجد. نورتونا والله. هنطلع فاصل بقى دلوقتي معاكم ونرجع بعد الفاصل.